الساعة الأخيرة من التلفزيون العربي وفيها الحوار الليبي يختتم أعماله في المغرب، اتفاق على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي ودعوة للأمم المتحدة لدعم جهود التوصل لتسوية شاملة. هل ما تحقق في بوزنيقة هو خطوة لحل الأزمة الليبية أم عودة إلى المربع الأول؟ تراشق كلامي بين باريس وأنقرة، الرئيس التركي يدعو لوحدة أوروبية تواجه الاستفزازات التركية شرقي المتوسط، والخارجية التركية تصف تصريحات الرئيس الفرنسي بالوقحة وتدعوه إلى التخلي عن الفكر الاستعماري. فما الذي تريده باريس شرقي المتوسط؟ وما هو سقف التراشق الكلامي؟ وفي موضوعنا المغاربي، البرلمان الجزائري يقر مشروعا لتعديل الدستور، الحكومة تدعم الخطوة، المعارضة تغيب، فما هي أبرز بنود هذه التعديلات وهل تلبي تطلعات الشارع؟ وفي جولتنا بوسائل التواصل، النيابة العامة الكويتية توجه اتهامات بغسيل الأموال لمشاهير على انستغرام وسناب شات. أهلا بكم. قال البيان الختامي للحوار الليبي في المغرب إن جلسات الحوار ستستأنف في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لاستكمال الإجراءات اللازمة لضمان الاتفاق. وذكر البيان أنه تم التوصل إلى اتفاقات بشأن المناصب السيادية، لافتا إلى أن التدخلات الخارجية هي التي أججت النزاع. هذا وعبر وفد مجلس النواب الليبي في تبرق عن أمله في تحقيق الاستقرار والوحدة في ليبيا. من جانبها رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز بنتائج المشاورات التي جرت بين عدد من الشخصيات الليبية في مونترو بسويسرا. وأشارت ويليامز في بيان لها إلى توافق آراء المشاركين بشأن جراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية فترة تمتد 18 شهرا على أن تبدأ الفترة بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإنشاء حكومة وحدة وطنية. كما قالت ويليامز في بيانها إن بعثة الأمم المتحدة ستبدأ ترتيبات استئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي الشامل الذي سيتم الإعلان عنه قريبا. وإضافة إلى المحادثات في سويسرا والمغرب، كشف سعد بن شرادة العضو في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وأحد أعضاء الوفد الذي يزور مصر حاليا للتلفزيون العربي عن أن المباحثات مع اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي انطلقت اليوم. وبحسب ابن شرادة يلتقي الوفد الليبي وزير الخارجية المصري سامح شكري، كما يتوقع أن يجتمع الوفد بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ومعنا من طرابلس نبيل السكني الكاتب الصحفي. سيد نبيل، ما مدى الرضا في طرابلس، او دعني اقول التفاؤل حاليا، يعني جراء ما تحقق ان كان في مونترو السويسريه او حتى في المغرب او حتى بعد زياره وفد حكومه الوفاق الى القاهره؟ لم أسمع جيدا، ولكن ربما فهمت بعض الكلمات التي تقصد المحاور أو الحوار الذي حدث مؤخرا في المغرب ومصر. فيما يتعلق الميل يبدأ بخطوة واحدة، ربما الآن الإخوة الأعداء إذا صح التعبير بدأوا في فهم المعادلة السياسية والجلوس وجها لوجه للوصول إلى حل سياسي ينهي هذا الصراع الذي وصل إلى قوت المواطن الليبي يوميا، من ارتفاع في الأسعار على جميع المستويات، من انقطاع الكهرباء. ولكن في تقديري الشخصي، غياب الأعضاء البرلمان الموجودين في طرابلس في هذه الجلسة قد يؤثر على مخرجات هذه المخرجات في المستقبل، كونه تم تهميش أكثر من 70 برلماني موجود في العاصمة طرابلس. الخطوة الكل ينادي بهذه الحوارات. الوفد الأخير الذي ذهب إلى مصر ربما تكون هناك مخرجات إلى حد ما تكون في صالح الوصول إلى حل سياسي، ولكن
الترسانة السلاح الموجود حتى هذه اللحظة والتصدير السلاح في رحلات مكوكية من دولة الإمارات إلى 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 مجرم الحرب حفتر، أعتقد هي العائق الذي أمامنا. طيب هناك بكل الأحوال سيد سوكاني، مع روسيا ربما هناك بكل الأحوال تفاهمات مبدئية في المغرب مثلا، تم التفاهم على توزيع مناطق للمناصب السيادية. وهنا السؤال، يعني هل فعلا الوفاق مستعدة للتخلي عن كونها صاحبة القرار لتصبح جزءا من صانع القرار؟ وإذا كان ذلك فعلا صحيحا، ما المقابل؟ لا أعتقد أن هذه التقسيمات اللي حدثت مؤخرا سوف تجد رحابة صدر من الجميع، كون الكل الآن الشعب الليبي ينادي بانتخابات ولا يريدون أي مرحلة انتقالية مرة أخرى. الآن ما يحدث الآن في توزيع هذه الكراسي هو عملية تدوير لبعض الشخصيات. عقيلة صالح حتى هذه اللحظة يطمع في أن يكون رئيس للمجلس الرئاسي أو يكون عضو بالمجلس الرئاسي في المنطقة الغربية على بكرة أبيها، لا يمكن بقبول عقيلة صالح كونه تورط في الحرب الأخيرة مؤخرا على طرابلس وتشرد فيها المئات الألوف ومات فيها أكثر من 2000 شخص. فأعتقد هذه التقسيمات لا يمكن أن يرضى بها أي شخصية ما، إلا إذا كان هنالك التصويت على الدستور بالدرجة الأولى ثم يدخل الدخول في انتخابات رئاسية وبرلمانية بحماية الدستور. غير هذا الشار على جميع المستويات لا يمكن بقبول أي تقسيمات سيادية في المرحلة القادمة كونها تدخلنا في مرحلة انتقالية أخرى. طب ماذا عن مشاورات مونترو السويسرية؟ وهناك أيضا يعني تم التوافق بين المشاركين على التوصية بفترة انتخابية وإجراء انتخابات، هل الأمر كذلك؟ يعني كما يحصل في المغرب أو ما يتم ربما من حكومة الوفاق من رد الفعل، نعم. ذلك على مونترو السويسرية؟ للأسف الشديد الصوت لم يكن واضح، ولكن تكلمت على حوار جنيف، مخرجات حوار جنيف. أعتقد الآن بعض المحللين وبعض المتتبعين للمشهد أشادوا بحوارات جنيف، كانوا المخرجات تتكلم على انتخابات، وهذا ما يريده الآن المواطن الليبي وجل النخب السياسية أو جل الأحزاب السياسية تنادي الآن بدخول انتخابات مبكرة. غير ذلك أعتقد لا يمكن أن تكون هنالك اتفاق. في تقديري الشخصي أن مخرجات القاهرة مؤخرا ومخرجات الصخيرات ومخرجات جنيف أعتقد أنها سوف تتبلور في طاولة واحدة، وتكون هنالك مخرجات يتفق عليها الجميع كون تغييب مجلس النواب في طرابلس. أعتقد لازم يجب أن تكون له صوت واضح فيما يتعلق بهذه الاجتماعات، كون أن أغلب النواب مجلس النواب في ليبيا هو متواجد في طرابلس وليس في طبرق. طبرق الآن تتكلمي لا يتجاوز على 22 نائبا موجود مع عقيلة صالح. شكرا جزيلا لك نبيل السكني الكاتب الصحفي من طرابلس. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى التحدث بصوت ينم عن مزيد من الوحدة والوضوح تجاه تركيا التي لم تعد شريكة في شرق المتوسط على حد وصفه. من جانبها وصفت أنقرة تصريحات ماكرون بأنها تعبر عن نزاعاته الاستعمارية القديمة. تعتلي فرنسا سلما أعلى يكشف عن وجه نشد صرامة مع تركيا، أمر يرفع من سخونة الأجواء في المتوسط. كما قلت في أكثر من مناسبة، على الدول الأوروبية أن تكون أكثر حزما في التعامل مع تركيا، ونحن نتشاور هنا لصياغة موقف أوروبي موحد من أزمة شرقي المتوسط والسياسات التركية العدائية في المنطقة. يجب أن يكون لدى أوروبا صوت أكثر وحدة ووضوحا تجاه تركيا. ماكرون بلهجته التي لم تتراجع منذ نشوء الأزمة شرقي المتوسط يمهد الأمر لحلف من دول الجنوب الأوروبي في مواجهة أنقرة. من هنا حيث يلتقي الجمع، هم أمام أجواء حبلى بالمزيد فوق مياه المتوسط هذه. من جزيرة كورسيكا
يريد الفرنسي تعبئة صوت موحد أكثر وضوحا لأوروبا تجاه تركيا، وهو يستعيد روح امبراطور في مواجهة يضيق فيها أفق الحل حتى الآن. ومن مكان يحتضن قاعدة عسكرية استراتيجية كبيرة تركت بصمتها إبان الإطاحة بنظام العقيد الليبي معمر القذافي، هي أيضا منطلق ضربات ضد تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية، ومنصة عبور للطيران البريطاني القاصف، وقاعدة مناورات لحلف الأطلسي. مرة أخرى لا يروق الأمر لأنقرة، وهي تصف تصريحات ماكرون بالمتعجرفة وتعبير عن نزعات استعمارية قديمة، ساخنة إذن لهجة الخارجية التركية، وكذلك أثينا وهي تحث اتحادها الأوروبي على عدم استرضاء أنقرة العدائية حسب رئيس الوزراء اليوناني. وحتى حين تظل هذه المياه ساخنة كذلك، وهي تشهد منذ أسابيع عسكرة وعرضا للعضلات لا يهدأ بحرا وجوا. ومعنا من باريس ناصر زهير، مستشار العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في مركز جنيف للدراسات. سيد زهير، فرنسا ليست لها حدود مع منطقة الشرق المتوسط، وبالتالي هنا السؤال، لماذا تتدخل في هذه المنطقة وبهذه النبرة العالية وأيضا التصريحات المنحازة علنا ضد تركيا؟ نعم، تحياتي لك ولفريق العمل والمشاهدين. أهلا. فرنسا لا يوجد لها حدود أو شواطئ على منطقة الشرق المتوسط، ولكن أيضا فرنسا تعتبر نفسها بأنها تدافع عن مصالح الاتحاد الأوروبي. المشكلة هنا ليست مع اليونان كدولة، المشكلة مع اليونان التي هي جزء من منظومة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي كل الدول الاتحاد الأوروبي تقف مع اليونان في هذه المواجهة. حتى ألمانيا التي تقود الوساطة بين الجانبين أشارت ميركل بأنها تقف مع اليونان. بالتالي الاتحاد الأوروبي يعتبر بأنه كمنظومة واحدة يدافع عن مصالحه في الشرق المتوسط، في ليبيا، في كل مناطق الصراع الموجودة الآن، سواء كان على الضفة الجنوبية أو حتى على الضفة الأخرى في موضوع أوكرانيا وبيلاروسيا وغيرها. بالتالي فرنسا هي رأس الحربة التصعيدية أو العسكرية، ألمانيا هي رأس الحربة الدبلوماسية. الآن من يقودون الاتحاد الأوروبي هم فرنسا وألمانيا، بالتالي فرنسا تعتبر بأن الصوت يجب أن يكون أعلى في مواجهة أيضا الصوت التركي العالي وصاحب النبرة التهديدية. يعني النبرة العالية ونبرة التهديدات تأتي من الرئيسين التركي والفرنسي، ولكن خلف الكواليس الدبلوماسية نرى تصريحات أقل حدة نوعا ما تطالب بالحوار أيضا، سواء كان من شاوشوغلو وزير الخارجية التركي أو لوديريان وزير الخارجية الفرنسي، مع تشديد الجانبين أيضا. حتى الفرنسي مع كل هذه اللهجة التصعيدية قال بأنه يرغب بحوار مثمر وحقيقي مع تركيا. لكن السؤال، لماذا فرنسا هي رأس الحربة التصعيدية؟ لماذا هي التي تتصدر التصعيد وليس الدول الأخرى مثلا كبريطانيا وإسبانيا وغيرها؟ بريطانيا الآن داخل منظومة أو خارج منظومة الاتحاد الأوروبي، فرنسا هي الآن صاحبة القوة العسكرية الأكبر في الاتحاد الأوروبي وصاحبة السلاح النووي. بالتالي من يقودون الاتحاد الأوروبي الآن هم طرفين، ألمانيا وفرنسا. فرنسا هي صاحبة النبرة العسكرية، انضمت إليها إيطاليا بالمناسبة في الفترة الأخيرة رغم كل خلافاتهم، ولكن نحو هذه الخلافات جانبا وقاموا بمناورات عسكرية مشتركة رباعية مع اليونان وقبرص، في رسالة على أن كل الخلافات الأوروبية يمكن تنحيتها جانبا للدفاع عن المصالح الأوروبية المشتركة سواء كان في الشرق المتوسط أو ليبيا. هذه هي النقطة الفاصلة، ما لا تريد تركيا أن تراه بعين الواقع الدبلوماسي بأن الاتحاد الأوروبي هو منظومة وليس دول متفرقة. هذا على الأقل في السنة الأخيرة دعينا نقول، لأن ألمانيا وفرنسا يحاولون أن يضعوا تكتل أوروبي وينحوا خلافات الداخل الأوروبي جانبا في الدفاع عن مصالحهم، ليس فقط ضد تركيا، بل ضد تركيا، ضد روسيا، ضد كل الدول التي تشهد بخلافات معهم، وندخلوا حتى في نزاعات تجارية مع الولايات المتحدة والصين. بالتالي الآن لم تعد مشكلة يونانية تركية، بل المشكلة هي أوروبية تركية. لكن تركيا تسأل فرنسا في الحقيقة، وتسأل ربما ماكرون في تصريحاته الأخيرة عندما يقول بأن تركيا لم تعد شريكا في شرق المتوسط، وتقول له يعني أنه ليس له صلاحية لتحديد يعني من له نفوذ بحري فعلا في هذه المنطقة. فعلا بأي حق فرنسا تقول هذا الكلام؟ فرنسا قالت بأن تركيا ليست شريكة للاتحاد الأوروبي الآن في الشرق المتوسط، ولم تقل بأن لا حدود لها أو لا حقوق لها
في شرق المتوسط. فرنسا تتحدث بهذه اللهجة، دعينا نقول بتوافق دول سبعة على الأقل المجتمعة اليوم في جزيرة كورسيكا. بالتالي هذا الموقف الموحد يقول على جانب من اللهجة التصعيدية بأن تركيا لم تعد شريك متعاون في شرق المتوسط، بل أصبحت منافس لهم، وأصبحت ربما في مرحلة ما عضو يثير المشاكل في منظومة الناتو، وقد يؤدي إلى تصادم عسكري بين الجانبين. وأيضا شدد ماكرون وقال بأنه يرغب بحوار حقيقي ومثمر مع تركيا يحدد الأولويات، وأن على تركيا أن تحدد أهدافها، ماذا تريد من شرق المتوسط وماذا تريد من الاتحاد الأوروبي، هل تريد التعاون أم المواجهة؟ يعني الاتحاد الأوروبي لا يقول بأن تركيا لا حدود لها ولا حقوق لها في شرق المتوسط ويجب أن تسحب سفنها، يقول بأن هناك نزاع قائم بين الجانبين، يجب حل هذا النزاع بالمفاوضات أولا ومن ثم بالذهاب إلى التحكيم الدولي ثانيا. يعني هناك فرق بين أن يقول بأن الجزر اليونانية هي صاحبة المياه الإقليمية والجرف القاري ولا حقوق لتركيا ويجب عليها أن تلتزم بهذا الكلام، أو أن يقول الاتحاد الأوروبي تعالوا إلى المفاوضات ومن ثم نذهب إلى التحكيم الدولي الذي يجب أن لا يكون منحاز إلى أي طرف. هذه نقطة أيضا مهمة في موضوع الصراع. ولكن على الأقل حتى ألمانيا ترى بأن تركيا تحاول استفزازهم، بأنها بعد الحوار في برلين مع اليونان لمدة شهرين قامت بإرسال سفن تنقيب ترافقها سفن عسكرية إلى مناطق متنازع عليها بين الجانبين، ويجب أن لا يحصل هذا. شكرا جزيلا لك ناصر زهير، مستشار العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في مركز جنيف للدراسات من باريس. وننتقل إلى فقرة مواقع التواصل مع مايا عوضة. إليك مايا. شكرا لك فرح، أهلا بكم. توتر وترقب شرقي المتوسط ورسائل مشحونة بين تركيا واليونان وفرنسا. تصريحات ماكرون بأن تركيا لم تعد شريكة في شرق المتوسط ودعوته لموقف جدي من الاتحاد الأوروبي تجاه حكومة أردوغان قابله سخط وإدانات واسعة على وسائل التواصل في تركيا. ولم تقتصر هذه المواقف مشاهدين على الأطراف الموالية لأردوغان. مثلا رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب المستقبل أحمد داوود أوغلو أدان تصريحات ماكرون وقال أنه بغض النظر عن الصراعات الداخلية لكن واجبهم الأساسي حماية كرامة بلدهم، مؤكدا أن لا أحد يستطيع التدخل في شؤون تركيا الداخلية. وطيف من المغردين اعتبر أن الصراع ليس بين تركيا واليونان بالتحديد، كهذا المغرد الذي يعتبر أن الصراع بين تركيا وفرنسا ومعها دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى وما اليونان إلا شمعة. وتعليقا على دعم فرنسا لليونان وخطاب ماكرون، تمنى هذا المغرد ألا يخطئ اليونانيون بالوثوق بماكرون وأن يتحاوروا مع تركيا، لا سيما وأن لا علاقة للفرنسيين بشرق المتوسط على حد تعبيره. وفي الإطار نفسه يسأل صاحب هذه التغريدة عن سبب تدخل فرنسا بهذا الصراع وإن كان لديها حدود أو جزر هناك. وجوال تعتبر أن فرنسا واليونان تريدان خروج تركيا من ليبيا وقبرص لاستعادة السيطرة على البحر الأبيض المتوسط، وكل مواقفهما لها دافع جيوسياسي ويتعلق بالسلطة والنفوذ في المنطقة. وعن مناشدات ماكرون للاتحاد الأوروبي بموقف حاسم، برأي هذا المغرد أن الاتحاد الأوروبي إذا ما استمع لمطالب ماكرون قد يخسر حياده لفرض الحصار وأضعاف تركيا على حد تعبيره. وفي الختام ماركوس يرى أن اليونان لديها مطالبها وكذلك تركيا، وهذه المطالب يمكن أن تطرح في المحاكم الدولية وليس بعد تهديدات الحرب. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية الفقرة، عودة إلى أخبار الساعة الأخيرة معك. شكرا جزيلا لك مايا. وسنبقى في اليونان حيث تقع جزيرة ميس اليونانية في قلب بؤرة التوتر التركي اليوناني بسبب موقعها وغناها بالغاز. لكن قرب الجزيرة الصغيرة من الشواطئ التركية وبعدها عن اليابسة اليونانية جعلها تعتمد في بضائعها على السياح الأتراك والأسواق التركية. حينما تبوح البحار بحكايا الحب والأقدار وتقترب الشعوب إلى بعضها، تأتي السياسة لتفسد العلاقة حتى مع الجار. قيل لنا أن جزيرة ميس اليونانية قريبة من الشواطئ التركية، لكن الطريق إليها ممنوع ومسدود. البحر هادئ هنا يقصده هواة الغوص والمغامرات. عكرت صفه هذا العام السياسة والمناورات. نصف ساعة تقريبا تفصل تركيا عن إحدى أهم بؤر التوتر مع الجارة اليونان، جزيرة ميس اليونانية التي تبعد عن الشواطئ التركية نحو كيلومترين فقط.
يقيم في هذه الجزيرة زهاء 500 عائلة يونانية تعتمد في تأمين احتياجاتها اليومية على أسواق بلدة كاش التركية. التوترات بين أنقرة وأثينا حالت هذا العام دون وصول سفن السياح والمؤونات. هذه الجزر الصخرية تعود لتركيا وجزيرة ميس، وتلك الجزيرة الكبيرة تعود لليونان. في السنوات السابقة كنا نأخذ قوافل من السياح إلى ميس، وكان أهلها يشترون كل شيء من عندنا. النزاع حول السيادة على الجزر البحرية بين أنقرة وأثينا أزمة قديمة متجددة، وعلى الرغم من أعاصير التوتر المتكررة إلا أنه دائما ما يتم احتواء الأجواء وتعود المياه صافية. لكن الأزمة الحالية زادت عن سابقاتها. البحث عن الغاز وموارد الطاقة في أعماق البحار عكر صفو المياه وهدوءها. تتعارض المصالح الاقتصادية والسياسية، وتبقى العلاقة بين الجارتين حبيسة بين الماء والنار، إلى أن يتفق الطرفان على طريقة لتقاسم الغاز المفترض في أعماق المتوسط. أحمد غنام، العربي، من المياه الإقليمية لتركيا شرقي المتوسط. أعلنت قطر أنها ستستضيف مفاوضات سلام أفغانية مباشرة السبت المقبل. واعتبر بيان للخارجية القطرية المفاوضات المباشرة بين الفصائل الأفغانية المختلفة خطوة جادة ومهمة نحو إحلال السلام في أفغانستان. من جهته رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعقد المفاوضات، وفي تغريدة على موقع تويتر وصف بومبيو المفاوضات بأنها لحظة تاريخية وفرصة سانحة لإنهاء 40 سنة من الحرب حسب تعبيره. يعيش النازحون السوريون في مخيمات شمال غربي سوريا معاناة كبيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانعدام وسائل التبريد. ومع شح المساعدات والمياه في المخيمات في فصل الصيف، بات أكثر من 1,000,000 نازح عرضة لانتشار الأوبئة والأمراض. قماشة مبللة بقليل من الماء وقطعة من الكرتون تحركها سارة لتبريد الهواء لصغيرتها، هي الطريقة الوحيدة لدى النازحين للتخفيف من موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد. ما عدنا كهرباء، لا عدنا ماء، نحن قاعدة بالكرتونة يا هوي البنتي، لا نحس حقنا وما عدنا. تشهد المخيمات العشوائية انقطاعا شبه تام للكهرباء، والخيام البلاستيكية تزيد من الحرارة داخلها. أمام الخيمة يقف زوج سارة بانتظار وصول المياه من أحد المتبرعين. المنظمات توقفت عن تقديم المياه والمساعدات للمخيمات العشوائية، وحياتهم هنا تزداد صعوبة يوما بعد آخر. شوفت عينك بخيام، احنا يعني الحرارة مضاعفة، يعني بدك تقول بحدود 50 وأكثر يعني عندنا. قدم لهم أحد المتبرعين المياه اليوم بعد انقطاعها عنهم لأكثر من 15 يوما، فتنفسوا الصعداء مع أطفالهم. ما قسمنا لهم ينفرطوا من هالشوب ويمرضوا، ما عدنا غير هالطشة هذا وهالسطر نغسل بيه، ما عدنا لا حمامات لا شيء. ثمن قطعة الثلج هذه ربع دولار تقريبا، وهي تكلفة باهظة لمن لا يتعدى مدخله اليومي دولارا واحدا، هذا إن وجد عملا. هل وضع الجو الحار شقف تلبوس ايش قدها 500، عرفت علي شلون؟ ويومية العامل اذا بده يشتغل من 2000 لل 2500. ويعد مخيم النازحين من منطقة أبو ظهور جنوبية إدلب من المخيمات المهملة والفقيرة جدا مقارنة بمخيمات شمال حلب، رغم مرور 4 أعوام على وجوده هنا. لا يكفي السوريين أن يصلوا إلى مخيمات النازحين على قيد الحياة هربا من القصف والدمار، لجأوا لهذه المناطق ليستقبلهم برد قارس في الشتاء وموجات حر في هذا الصيف، مع غياب للمساعدات الإنسانية وأبسط احتياجات الإنسان. قحطان مصطفى، العربي، مخيمات الشمال السوري. بدأ الجيش الإيراني مناورة عسكرية تستمر 3 أيام، وتغطي المناورة مساحة 2,000,000 كيلومتر مربع في بحر عمان وشمال المحيط الهندي.
الدفاعات الجوية الإيرانية تواجه تحذيرا لطائرات أمريكية. هكذا بدأت مناورة ذو الفقار بحسب الجيش الإيراني. ربما هذه هي الرسالة التي أرادت طهران إيصالها. على مساحة 2 مليون كيلومتر مربع من شرق مضيق هرمز وصولا إلى سواحل مكران في بحر عمان، تدريبات عسكرية باستراتيجية دفاعية يقولون هنا، لكن بتكتيكات هجومية. على جميع الأعداء أن يعلموا أن أي تعرض لحدود إيران ومصالحها يعني ندمهم، ومجرد التفكير بهذا خط أحمر بالنسبة لنا. التدرب للسيطرة على المناطق الساحلية ورفع الجهوزية للحفاظ على أمن الممرات المائية أهداف معلنة لمناورة الجيش الإيراني، إضافة إلى إدخال معدات جديدة حيز الخدمة كغواصة فاتح ومسيرة سيمورغ. لكن ماذا عن التوقيت؟ التدريبات تأتي تزامنا مع تحذيرات إيرانية شديدة اللهجة للإمارات من إيجاد أي موطئ قدم لإسرائيل في المياه الخليجية. وزير الخارجية الأمريكي أعلن بعد التطبيع الإماراتي الإسرائيلي عن تحالف بين الطرفين لحماية المصالح الأمريكية والشرق الأوسط مما وصفه الخطر الإيراني. المناورة الإيرانية تأتي كذلك عشية موعد رفع الحظر عن قطاع الأسلحة الإيرانية، وهذا ما لم تنجح واشنطن في إيقافه حتى الآن. المناورات استعراض قوة، ولكن نظرا إلى موقعها الجغرافي فإن أمن التجارة هو الأولوية، إضافة إلى أن للمناورات رسائل سياسية لبعض دول المنطقة ولأمريكا. رسائل في بريد أكثر من طرف تبعث بها طهران عبر العسكر هذه المرة، في وقت لا يزال اقتصاد البلاد يعاني. ليست مجرد تدريبات عسكرية بقدر ما هي رسائل قوة تحاول إيران البعث بها. مناورة للحرس الثوري في المياه الخليجية قبل نحو شهر، واليوم مناورة للجيش الإيراني في بحر عمان، وفي غضون أسابيع مناورة روسية إيرانية صينية مشتركة. حازم كلاس، العربي، طهران. تشتد المعارك في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين على أطراف مدينة مأرب، حيث يكثف الحوثيون هجماتهم رغم القصف الجوي المتواصل للتحالف السعودي الإماراتي. لدوره أعلن الجيش اليمني الذي تؤازره القبائل عن تقدم جديد شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن وسط انهيار للحوثيين. لم ينقشع دخان المعركة بعد. مأرب ساحة حرب ضروس، تحتد المواجهات دون فتور وتعزيزات لا تنقطع. هجمات الحوثيين على مأرب مستمرة، تعيقها القوات الحكومية عن التقدم بدعم جوي متواصل من التحالف، والضحايا في تزايد مستمر. وعادهم يريدون يحط يعني يدمرون مأرب. هم فدالة، بتروح روسنا ما دخلوا مأرب. نعاهد الله، نعاهد الله انهم لا يدخلون مأرب ولا يطبونه ما دام فينا عرب جنبه. حدة المواجهات مستمرة في الجوف أيضا. الجيش اليمني بمؤازرة القبائل يعلن عن سيطرته على مناطق جديدة واسعة شرق مدينة الحزم مركز المحافظة بعد معارك عنيفة مع الحوثيين. كذلك الأمر في نجد العتاق شرق العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى معارك بالبيضاء وسط البلاد. هناك الانتصارات أو أهم المناطق التي تم تحريرها هي منطقة الصبائغ بالكامل، جبل عرفان، قرن الكدادي، مخيم الجبيل، وكذلك أيضا تبت قرن عجيل والصليحي والمحازيم، وكذلك أيضا جبل حويشان. هذا الجبل الاستراتيجي وتلك المناطق غيرت من مجريات المعركة وأحكمت الحصار على مجاميع من الميليشيات الانقلاب الحوثية. ليس هناك من مؤشرات على الإطلاق بوقف الحرب ورفع معاناة اليمنيين والدخول في عملية سلام دائم، واقع لم تصمت فيه البنادق لحظة، يسوده صمت أممي مطبق. سحب الحرب في عموم البلاد لا يبدو أنها ستنقشع قريبا. المواجهات شديدة وسط مخاوف اليمنيين من تصاعد العمليات للحوثيين على أطراف مأرب. عمر المقرمي، العربي، مأرب شرقي اليمن.
الساعة الأخيرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. حريق في مرفأ بيروت والرئيس اللبناني لا يستبعد فرضية العمل التخريبي. تحياتي مشاهدينا. أقرت الغرفة الصغرى في البرلمان الجزائري مسودة التعديل الدستوري ممهدة بذلك الطريق نحو الاستفتاء الشعبي المزمع إجراؤه في الأول من نوفمبر تشرين الثاني. يأتي ذلك وسط جدل بشأن تعديلات دستورية تخص مهام المؤسسة العسكرية، فيما انتقدت تشكيلات معارضة ما وصفته بالاستعجال الذي شاب عملية تمرير التعديلات وغياب نقاش عميق بشأن الوثيقة الدستورية. يمضي تعديل الدستور في الجزائر نحو الإقرار. الغرفة الأولى في البرلمان تقر بالإجماع مسودة التعديلات الدستورية، لكن ذلك ليس سوى مرحلة أولى قبل إجراء استفتاء شعبي حول هذه التعديلات. تسوق السلطة الجديدة في البلاد لتعديلها الدستوري بكونه يقلص صلاحيات الرئيس ويكرس مبدأ الفصل بين السلطات ويعزز رقابة البرلمان على الحكومة. ذاك ما جاء في خطاب الوزير الأول عبد العزيز جراد أثناء عرضه مسودة التعديلات أمام أعضاء مجلس الشعب، وهو ما تروج له أيضا أحزاب داعمة للسلطة. دستور يسمح بتجسيد الالتزامات المقررة لبناء جمهورية جديدة من خلال إصلاح شامل للدولة ومؤسساتها بما يؤسس للدولة العصرية. التعديل الدستوري ورغم وصفه بأنه استجابة من السلطة الجديدة لمطالب حركة 22 فبراير أو الحراك الشعبي كما يعرف محليا، فإن كثيرا من مفرداته محل خلاف. وأبرز هذه التعديلات التي تثير الجدل ما تعلق بتغيير في عقيدة الجيش يسمح له بالقيام بعمليات خارج حدود البلاد. مضمون الدستور ليس وحده محل الخلاف، بل آلية إقراره أيضا. يشتبه معارضون في فساد البرلمان الحالي الموروث عن حقبة بوتفليقة، كما لا تنظر تشكيلات سياسية بعين الرضا للاستعجال الذي تقول إنه شاب عملية إقراره في البرلمان. وهذا ما دفع بتكتل حركة مجتمع السلم أكبر التشكيلات الإسلامية اعتبار نفسها غير معنية بالتصويت. يقول بيان صدر عن الكتلة إن القيمة السامية للدستور تتنافى مع حالة الاستعجال التي مرر بها. الوثيقة الدستورية ستعرض أيضا أمام الغرفة الثانية للبرلمان للتصويت عليها، لكن الفصل النهائي سيكون الفاتحة من تشرين الثاني نوفمبر موعد الاستفتاء الشعبي. ينضم إلي من الجزائر أمين بالعمري كاتب صحفي. تحياتي أستاذ أمين. سأبدأ معك بالجملة التي وردت في خبرنا، الاستعجال الذي شاب عملية تمرير التعديلات الدستورية غياب نقاش عميق. كيف لهذه التعديلات أن تعبر عن جزائر جديدة وجمهورية جديدة إذا لم يشرك الحراك ولم يشرك المجتمع المدني في نقاش بخصوصها؟ بداية تحية طيبة لك ولكل مشاهديك. أعتقد أن هذه المسودة المعدلة التي استغرقت 14 بعد عرضها على النقاشات، أعتقد أنها نالت حقها من النقاش، وهذا بالنظر إلى حجم الاقتراحات أو اقتراحات التعديل التي أرسلت إلى رئاسة الجمهورية والتي بلغت حوالي 2500 مقترح تعديل جاء من طرف مختلف شرائح المجتمع الجزائري، سواء كان الطبقة السياسية أو الأحزاب السياسية، المجتمع المدني، الأكاديميين، النقابات المهنية وإلى غير ذلك. وبالتالي أعتقد ربما الظروف الاستثنائية التي تعيشها الجزائر بسبب هذه الجائحة وبالنظر إلى التعهدات التي التزم بها رئيس الجمهورية أو العهود والوعود التي قطعها على نفسه على الشروع في الإصلاحات التي وعد بها قبل نهاية السنة. أستاذ أمين، إن كان هذا الحراك كما ذكرتي، ماذا إذن هذا التحفظ على عدم إدراك الكثير وحتى وصولا لوصف هذه التعديلات أو الدستور المرتقب بأنه دستور الرئيس؟ صحيح، هناك جدل كبير في وسائط التواصل الاجتماعي حول هذه التعديلات. الكثير يقول بأن
الكثير من التعديلات أو مقترحات التعديل لم يتم الأخذ بها في النسخة المعدلة التي سوف تعرض على الدستور مقارنة بالنسخة المسودة المبدئية لشهر ماي، ولكن أعتقد ربما هناك نقاط تم أخذها في الحسبان وهناك نقاط أخرى لم تؤخذ بعين الاعتبار، وبالتالي أعتقد هذا ما يفسر ربما الجدل الحاصل اليوم كثيرة في كثيرة يا نقاط. باقي لي معك سؤال أخير أستاذ أمين، ما الذي يعنيه إلغاء منصب نائب الرئيس؟ ما الذي يعنيه المهام التي تغيرت والتغيير الذي طرأ على عقيدة الجيش الجزائري؟ وما الذي يعنيه منح الرئيس الجزائري صلاحيات موسعة جدا؟ على كل فيما يخص ربما إلغاء نائب الرئيس، هذا كان مطلب كبير لأنها نقطة أثارت الكثير من الجدل في الشارع الجزائري، لأن الكثير طلب بضرورة أن يكون هذا المنصب ناتجا عن الانتخاب وليس عن التعيين كما جاء في مسودة الدستور. أما فيما يخص ربما التغيير في عقيدة الجيش الجزائري، ليس هناك أي تغيير في عقيدة الجيش، ولكن هناك ربما تغيير في النمط العملياتي للجيش الوطني الشعبي. وكانت افتتاحية الجيش في لشهر جويلية على ما أعتقد كانت أكدت التزام الجيش بعقيدة السياسة الخارجية للجزائر، لا سيما ما تعلق منها بعدم التدخل في الشؤون الخارجية للغير وعدم المشاركة في أعمال مضرة بدول أخرى بسلامتها الترابية بسيادتها إلى غير ذلك. وبالتالي لا أعتقد أن الأمر يتعلق بتغيير عقيدة الجيش بقدر ما هو متعلق بالجانب العملياتي للمشاركة لأفراد الجيش الوطني الشعبي في الخارج. شكرا جزيلا لك من الجزائر أمين بالعمري كاتب صحفي. إلى المغرب، حيث يعد قطاع الصناعة التقليدية من بين أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا من أزمة تفشي فيروس كورونا بعد إغلاق فضاءات التسويق الخاصة بهذه المنتجات وتوقف التصدير إلى الخارج وحركة السياحة بسبب قيود السفر بين الدول. من الطين يشكل رزقه وأواني فخار تسر الناظرين، لا يعلم أيجد لها مشترين أم يبقيها إلى جانبه في انتظار عودة زبائن غابوا والسياح لم يأتوا. فالفيروس الخفي أقعد عبد الرحيم وزملائه أسابيع طويلة عن العمل، وبعد أن عادوا لا يجدون من يشتري منتجاتهم. كاين واحد التأثير بزاف على الفخارة، يعني ما كاينش التسويق، ما بقاش البيع والشراء، حتى البيع والشراء ما بقاش، يعني الناس اللي كانوا كيجي يتقداو وتيديو السلعه مثلا للمدن المغربيه ما بقاش التسويق مزيان. يعني انت كدير السلعه وكتخدمها وكتوجدها وكتحطها، ما كاينش شي امان. الى هنا تاتي بضاعتهم بعد ان تجهز على مراحل، تنتظر زبائن لا ياتون الا لماما مرصوصه يكسوها الغبار ويسكن صانعها الاحباط. فالجائحه التي انهكتهم واتت على ارزاقهم لشهور طويله لا يبدو أنها ستنتهي قريبا. ملي خرجنا كان الخدمة ما بقاش الخدمة كيف ما كانت، يعني داك شي نقصت الخدمة تقريبا النص، ماشي بحال اللي كان الخدمة شحال هذه. ودابا الناس تضروا بزاف من الجائحة هذه، واش غنقول لك الوضع هو تيحكي على راسه. بحسب إحصاءات فقد تضرر أكثر من 2.5 مليون صاحب حرفة يدوية في مختلف مناطق المغرب. فالجائحة أغلقت في وجههم المعارض وفضاءات التسويق وتوقف التصدير للخارج. شأنهم شأن عدد كبير من محترفي الصناعات التقليدية في مختلف مناطق المغرب، أنهكتهم الجائحة وأضرت بأرزاقهم بعدما تسببت في ركود صناعتهم وسدت في وجههم الأسواق. يوسف البقالي، العربي، الرباط. الآن نعود إلى فرح لاستكمال بقية أخبار الساعة الأخيرة. تفضل. شكرا جزيلا لك ديما. اجتمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي برئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني خلال زيارته لإربيل عاصمة الإقليم، زيارة يأمل منها أن تحل الخلافات القائمة بين المركز والإقليم. أول زيارة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى أربيل منذ توليه منصبه قبل 4 أشهر. الأهم عند الكاظمي الانتخابات المبكرة،
وعودة قوات البشمركة إلى المناطق المتنازع عليها وملف تصدير النفط، ملفات فشلت المفاوضات السابقة الطويلة في حلها. التوصل إلى صيغة توافقية يمكن أن تنهي الخلاف، لكن الكاظمي رئيس وزراء مؤقت قد لا تلتزم الحكومات القادمة بعده بمقرراته. واحدة من مشاكل أربيل مع بغداد أنها لم تحقق أي اتفاق طويل الأمد مع أي حكومة، وبالتالي دائما ما تنظر أربيل إلى أي اتفاق مع بغداد أنه مرتبط بشخص رئيس الحكومة الذي تتفق معه، لأن بغداد لحد الآن لم تثبت أنها يعني عملية سياسية بثوابت. في المقابل يرى مراقبون سياسيون أن الزيارة قد تكون لإيصال رسائل سياسية عبر إقليم كردستان أكثر منها حلا للمشكلات العالقة. أنا أتصور بأن هذه الزيارة سوف لن تؤدي إلى حل كل المشاكل والملفات العالقة بين بغداد وأربيل، لأن أساسا أنا أعتقد بأن قراءتي للزيارة بأن هدف السيد الكاظمي هو إرسال رسالة من إقليم كردستان إلى الأطراف السياسية الشيعية المعارضة له. المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد لا تقتصر على الرواتب، هذا ما جاء في بيان رئاسة إقليم كردستان بعد الاجتماع بالكاظمي، معبرة عن أملها في إيجاد حل قريبا على حد وصف بيان الرئاسة. قضايا عالقة منذ سنوات جلبها الكاظمي إلى أربيل، يتطلع الشارع هنا لحسمها وفتح صفحة جديدة تطوي مرحلة من الخلاف الذي يطفو على السطح بين فترة وأخرى. غسان خضر، العربي، أربيل. عودة من جديد إلى مواقع التواصل مع مايا. إليك مايا. شكرا لك فرح، أهلا بكم من جديد. جدل كبير أثاره الكشف عن قوائم لخريجي الكلية العسكرية في العراق، حيث انتشرت صور لها على مواقع التواصل تظهر حقل الانتماء المذهبي، وكانت غالبية الأسماء من الشيعة أو السنة وخلت من بقية المذاهب. رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي انتقد ورود الانتماء الطائفي في قوائم خريجي الكلية العسكرية، وقال أن ترسيخ النزعة الطائفية داخل مؤسسة الدولة ومن ضمنها الجيش يؤكد أن هناك من يدفع باتجاه استمرار المحاصصة. الكثير من التغريدات ناقشت انتشار هذه القوائم، ما أحدث ضجة واسعة ليأتي بعدها إعلان رآه البعض صادما، حيث نشر حساب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى القاضمي تغريدة تنص على إلغاء التصنيف المذهبي المتبع للطلبة المقبولين واستبداله بالتصنيف المعتمد على التوزيع الجغرافي للمعلومات المسجلة عن موظفي الدولة. وهنا انقسمت الآراء، وتساءل المغردون عن الفرق الذي سيحدثه التصنيف الجديد المعتمد على التوزيع الجغرافي، فكيف تلغى طريقة تصنيف وتوضع أخرى مماثلة، خصوصا أن المذاهب والطوائف عادة ما تتركز بمدن بعينها. حاتم الفلاحي يرى أن هذا لن يغير شيئا من الواقع، لأن النظام السياسي قائم على مبدأ المحاصصة الطائفية. وكان هناك من أيد بقاء التصنيف المذهبي مثل صاحب هذه التغريدة. أفراح بدورها استغربت أن القاضمي انتبه الآن بأن القبول بالكلية العسكرية قائم على الانتماء الطائفي، وأشارت أن البلاد منذ عام 2003 قائمة على المحاصصة. وهذا المغرد يرى أن الأمر أتى ردة فعل، وأن الحكومة بالعراق لا تبادر لأي إصلاح. والحقوقي جابر العواد رأى الموضوع التفافا، وطالب أن تلغى المعايير الطائفية والمناطقية وأن يكون المعدل هو المقياس. وفي موضوعنا الأخير لليوم، غسيل المشاهير قضية شغلت الرأي العام في الكويت ودول أخرى، يبدو أنها دخلت أشواطها الأخيرة. النيابة العامة مشاهدين أعلنت أنها توصلت إلى أدلة جديدة مع متهمي الدفعة الأولى بعد تحقيقات ماراثونية لحسم القضية. كما نقلت صحف محلية عن مصدر مسؤول أن تهما رسمية بغسل الأموال أسندت إلى المجموعة الأولى بعد أن بينت التحقيقات حركة المبالغ المغسولة. التحقيقات كشفت أن تواريخ الأموال المغسولة بدأت في 21 من مايو عام 2018 وانتهت في ديسمبر عام 2019، ولكن الموضوع لن يتوقف هنا، فقد نقلت صحف محلية عن مصادر في النيابة العامة أن التحقيقات مع الدفعة الثانية من مشاهير السوشيال ميديا قد بدأت.
قصة غسل المشاهير شغلت المنصات منذ عدة أشهر بعد بلاغات ضدهم بسبب تضخم حساباتهم البنكية. الشخصيات المتهمة أغلبهم ممن يقدمون على منصاتهم دعايات للمنتجات، وبحسب حقوقيين هذه الإعلانات هي أحد أبواب غسيل الأموال. وكان من المستغرب أن الإعلانات كانت حاضرة على حساباتهم خلال فترة التحقيقات. القصة مشاهدين منبعها السوشيال ميديا، فلكم أن تتخيلوا حجم التفاعل منذ المراحل الأولى. تركي يرى أن الأهم معرفة الجهة التي وقفت وراء هذه العمليات، مشيرا إلى أن المشاهير هم مجرد واجهة. وكان هناك من أشار إلى تحذيرات سابقة على مواقع التواصل بخصوص تضخم الحسابات لهؤلاء المشاهير، ولكن لم يكن أحد يصغي إلى التحذيرات. وفي الختام، صاحب هذه التغريدة يرى أن الأمر جريمة لتشويه سمعة الكويت. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفقرة. عودة إليك فرح. شكرا جزيلا لك مايا. اندلع حريق في المنطقة الحرة قرب المرفأ في بيروت، الأمر الذي أثار حالة هلع واسعة بين اللبنانيين. وفيما لم تحدد السلطات الأسباب النهائية للحريق، أعلن الصليب الأحمر الدولي أن الحريق اندلع في مستودع يخزن فيه حصص غذائية، فيما لم يستبعد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن يكون الحريق قد نجم عن عمل تخريبي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن تنضم دول لم يسمها إلى اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل. وتستضيف واشنطن في 15 من أيلول سبتمبر في البيت الأبيض احتفال توقيع اتفاق التطبيع. ونختم كالعادة الساعة الأخيرة بكاريكاتير اليوم. إلى اللقاء. We'll be right back.